نفران ام فيوت <applause> نم بشيري امين حلقة جديدة من برنامجنا قريب صالين حلقتنا النهاردة جميلة جدا فيها لحن بركتهم المقدسة بتاع الترحيم والمجمع وفيها الهوس الرابع من تسبيحة نص الليل نبتدي بالجزء الاولاني لحن قريبو اذ مو اث اواب كنا ابتديناه المرة الفاتت وخدنا جزء منه اللي هو القبطي عرفنا ان اللحن ده هدفه ان احنا بنتشفع وبنطلب صلوات ابائنا القديسين وبركتهم اللي الكنيسه ذكرتهم في اثناء القداس في المجمع المقدس وعرفنا ان اللحن جزئين جزء منه قبطي وجزء منه يوناني وهو من اجمل الحان للكنيسة بالرغم ان هو لحن صغير اخذنا المره اللي فاتت الجزء القبطي تعالوا نراجعه مع بعضينا ونكمل بقيه اللحن النهارده الجزء الاولاني اللي اخذناه المره اللي فاتت زي ما حضراتكم شايفين القبطي يشبه خالص الانجليش ما عدا بعض الحروف المختلفه اللي بنكتبها فوق بقى زي ما انتوا بقيتوا حضراتكم حافظين النظام بقى دلوقتي اه الحرف الاولاني زي ما احنا شايفين كده حرف الاي الحرف الاولاني هو حرف الاي الحرف التاني حرف الار والحرف التالت هو حرف الاي يبقى اي ري بالظبط كده اي ري وبعدين الحرف اللي بعد كده ال P مكتوب فوق إيه وبعدين O وبعدين O تانية الإبسلون هنا تبقى O ضمة اري بو وبعدين دي C وفيها الهمزة S وبعدين M O و كمان يبقى اسمه تبقى اري بو اسمه آخر كلمة E وعليها الهمزة وبعدين الثيتا اللي هي شكل البق في اللثان وبعدين الأو والابسلون والالفا والبي اث او واب اث او واب اسمو اث نقولها تاني إري اسمو اث تاني اريبو اسمو اث كمان مرة إريبو إسمو إث واب اللي بعديها شي شاي لشين شبه الشين خالص وبعدين الأو المفتوحة بي آي شو بي لو عرفنا ان دي الام يبقى الباقي كله سهل ان اي ام إن نيمان شوبي نيمان وبعدين آخر كلمة ألفا مي وبعدين الإتش دي القبطي اتنين كسرة وبعدين إن آمين شوبي نيمان آمين نقولها من الأول Ere pu esmu etho'o Shopineman amin Teni Ere pu esmu etho'o Shopineman آمين آخر مرة بو اسمو إث أواب شو آمين بركتهم المقدسة تكون معنا آمين الجزء بقى اليوناني أول حرف ده الزي وبعدين الحرف اللي بعديه او وبعدين الحرف اللي بعديه ده اكس وبعدين ايه تبقى زوكسا زوكسا يعني مجد وزي قلت لهم حضراتكم قبل كده جاي منها زوكسا باتري المجد للاب او أرثو زوكس يعني المستقيمين في اتجاههم للمجد أرثوذكس زوكسا زوكسا الكلمه اللي بعدها او الحرفين اللي بعديها دول سهلين خالص المفروض يعني يبقوا سهلين خالص بالنسبه لنا سي اي تبقى سي وبعدين كي الحرف ده هيبقى اي وده الار واي واي تبقى كي ري يبقى التلاتة على بعض زوكسا سي كي ري ي. المجد لك يا رب زوكسا سي كي ري ي. طب نقول التلاتة اريهو اسمو اس شو بينيمان امين زوكساسي كيري الجزء الرابع ناخده بعدين نراجع اكتر بقى من مره سهل خالص خدنا الكلمة دي كتير خالص في حلقتنا كيريا ليسون كيريا يعني يا رب إليسون ارحمنا يا رب ارحمنا أو يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم نقول من الأول وبعدين ناخد كيريا ليسون إيري اسمو إث Chopineman, man amin soxasi kirie kiri leison kirie le eison جميلة نقولها تاني من الأول: إ إسمو إث شوبي لمن آمين زوكساسي كي ري. الأولى صغيرة التانية طويلة شوية <كريه ليسون> التاني. <كريه ليسون> يعني <كريه ليسون> كيري لي سول تاني كيري لي سون يعني الكنيسة بتتحال على ربنا يرحمنا كيري لي سون التانية كيري لي إيسون الكنيسة يعني بتتحايل على ربنا بتقدم طلبة الرحمة بثقة وبإيمان وبتذلل وبخشوع وبرجاء كل ده موجود في اللحن البسيط الصغير ده <applause> نقولها تاني الحتة دي كيري ليسون كيري لي تعالوا نقولها من الاول. إريبو بو إسمو إثؤاب شوبي نيمان آمين زوك صا

كيري لي سون ناخد الحتة اللي بعد كده ونراجع كيرية كيرية تاني اللي هي يا رب او يا سيد كيرية الكلمة اللي بعد كده بقى إيف إيف يعني حاجة حلوة باليوناني لوجي سون يعني دينا بركة اللي هي إفلوجية أو أولوجية اللي هي لقمة البركة لقمة البركة اللي الأب الكاهن بيديها في آخر القداس للشعب اسمها الأولوجية أولوجية يعني كلمة حلوة لأن أبونا هو بيديها بيدي معها كلمة منفعة أولوجية إفلوجية كيرية إفلوجية كيرية إفلوجي ونسمع افلوجيسون لما يكون في اثنين اباء كهنه بيصلوا ابونا يقول شليل افلوجيسون يعني اتفضل بارك فيقول له انثوك افلوجيسون لا اتفضل بارك انت يعني نوع من انواع التقديم في الكرامه زي الانجيل ما بيعلم كيريا افلوجيسون كيريا افلوجيسون اللي بعديها كيريا يا رب انا بفصون اعطيهم الراحه بنصلي من أجلهم أعطيهم الراحة الأسماء اللي ذكرناها في الترحيم كيريا أنا بفصون أمين تعالوا نقولها تاني بالراحة خالص 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 و... واللي ما ناخدوش النهاردة نكمله المرة الجاية المهم ناخدها بالراحة إيري <applause> بو إسمو إث أو شو بي Sí. ثاني تاني نقولها من الاول اريبو اسمو اث اواب شو من امين زوك صاسي كي Kiri leison, le, le, Kiri leison, Kiri evlo giso.

تلات هزات اي اي اتنين اي 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 خمسة وانا بستلمها اللي لي قال لي ايه احنا طالعين السماء فخدنا تلاتة اتنين خمسة وصلنا باب السماء واتفتح الفردوس وشفنا الفرح فالفرح اللي جاي

لحن من اجمل الحان الكنيسه لو ربنا حيانا قدامنا عمر المره الجايه باذن المسيح ناخده تاني ونثبته ونطلع بقى دلوقتي للفاصل ونرجع مع بقى الهوس الرابع سبحوا الرب من الاعالي الليلويا فاصل ونرجع مع الهوس الرابع رجعنا مع الهوس الرابع والهوس الرابع ده من أجمل تسابيح الكنيسة هو عبارة عن آخر ثلاث مزامير في كتاب المزامير اللي هو مزمور 148 149 150 طبعا مزمور 151 اللي هو مزمور سبت النور بنقوله يوم تسبيحة سبت النور لكن مزمور 148 149 150 هم الهوس الرابع بيقول بدايته سبحوا الرب من السماء سبحوه في الأعالي هالليل يا سبحوه يا جميع ملائكته سبحوه يا كل جنوده سبحي أيتها الشمس والأمر سبحي يا كواكب النور سبحي سماء السماء والمياه اللي فوق السماء تسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد وضع لها حدا فلن تتعدى ثلاث مزامير الكنيسة بتصغهم بلحن رائع جميل ونشيط كده يصحصح المؤمنين ويفكرنا ويدوقنا السماء والتسابيح اللي فيهم تعالوا ناخد مع بعضينا الهوس الرابع في الدقائق اللي باقيه من حلقتنا ونكمل بإذن المسيح الحلقة الجاية بقية الهوس الرابع الهوس الرابع أو التسبيح الرابع كلمة هوس معناها تسبيح عرفنا أن التسبيحة نص الليل فيها أربع هوسات الهوس الأول خروج 15 تسبيحة الغلب عبور البحر الأحمر المعمودية الهوس الثاني الشكر على المن والسلوى وعلى الميه وعلى السحابه وعلى كل نعم ربنا اللي خدناها في المعموديه بعد معموديتنا في الكنيسه الهوس الثالث هو هوس النار ثلاث فتيه ان احنا جزنا في الماء والنار واخرجتنا الى الراحه وسط تجارب العالم ربنا معانا ويدينا الغلبه الهوس الرابع بقى الخطوه الاخيره لما هنطلع السماء كلنا ونشارك الملائكه في تسابيحها كلماته جميله جدا جدا بيقول الحرف الأولاني سي وعليها الجنكم تبقى إس سي وعليها الجنكم تبقى إس وبعدين المي اللي هي الام وبعدين او والابسلون اللي هي الفيونكا اللي هي الاو التقيلة شوي فيبقى الكلمة دي اسمه اسمه يعني سبحوا او باركوا اسمه اي ابت تشويس اي اي e وعليها الجنكم وبعدين بي والحرف ده اللي هو الشبه الستة ده سي اتش و او اي سي تبقى ايه اب تشويس سبحوا الرب اي فول دي ال في او ال البي ودي ال ال اي فول الكلمه اللي بعديها ده حرف الخاي اللي هو الخا شبه الخ خالص العربي عشان كده كاتبينه فوق و وان و -n. خين وبعدين ان اي تبقى ني ده الاف ودي اتنين يوتا اتنين كسره تبقى في وبعدين قوي السماوات سبحوا الرب من السماوات اسمه اب تشويس ايفول خني في قوي الحرف الاخير الكلمه الاخيره دي الفا واللولا عليها شرطه ال ال والإل عليها شرطه دي اختصار كلمه قليلوا يا بمعنى هللو لله او سبحوا الرب بقيه الربع الاولاني بيقول اسمه برضو دي لسه خد واخدينها هي نفس الكلمة الأولى وبعدين إيروف إيروف بمعنى إيروف له اسمه إيروف سبحوه إيروف دي الآر ودي الإف وبعدين خين برضه هي هي وبعدين ني ات اتشوسي تشوسي يعني العلو ني ات اتشوسي في الأعالي سبحوه في الأعالي باللحنة بقى رائعة تعالوا ناخدها مع بعضينا أمين الليل يا كريلايسون كريلايسون كيريي ليسون لي اسمه إب تشويس إيفول خني في اوي الليلويا يا جميلة تاني اسمه إب choice evolve خني في o ya lliloya تاني اسمه إب تشويس ايفول خني في او وي قلليلويا تاني اسمه إب تشويس ايفول خني في او وي قلليلويا بقيتها بقى اسمو ايروف خني اتيتشو تاني من الاول اسمو ايت تشويس افول خني في او اليلويا اسمو ايروف خني اتيتشو تاني اسمو اف تشويس خني <applause> في قوي لويا اسمه إيروف خني تتشوسي تاني اسمه إبتشوي سيفول خني في قوي لويا اسمه إيروف خني تتشوسي نقوله أبطأ شوية <applause> اسمو إبشوي شيسول خني في اوي قل اسمه اسمو اروف تشوسي كمان مره اسمه إبتشويس تشويس افول خني في قوي أليلويا يا اسمه ويروف خني تشوسي <متصفيق> اخر مرة اسمه إبتشويس تشويس افول خني في قوي أليلويا يا اسمه ويروف <applause> نكتفي بكده في هذا اللحن الجميل لو ربنا حيانا ادانا عمر نكمله المره الجايه النهارده خدنا اريب وإذ مثقواب من القداس بركتهم المقدسه وخدنا الربع الاولاني في الهوس الرابع لو ربنا ادانا عمر وعشنا للمره الجايه نكمل باذن ربنا وناخد بقى نعد نفسنا لشهر كياج بألحانه الجميله بقى في التسبيحه وفي القداس كل سنه وانتم جميعكم بخير اذكرونا في صلواتكم وجاي خينب تشويس